حمد واه عشان ما حدش يفهم غلط. ايوه يا استاذ، ده في فرق بين الحمل واه والحمل واه. لا نتكلم عليه الحمل اللي هو خروف بس لم يبلغ سن الرشد. بيقول ايه الحمل؟ برج جميل، حاجة ظريفة، جوزك هيشتغل، ادعيله. هيعينوه بعيد في وظيفة وتودعيه وتغني له. خايفة لما تسافر يا دوبي العزيز تنسى انك سايب في بيتك معين. ده مش سجاير، الميزان، العدالة والقسطاس. طابق أول الميزان سعد يا ابني، مكتوب لك في حب جاي لك وزنه تقيل، غرام مفاجئ هيطصك، هتحب واحدة قد الفيل تزغزغه في الصيف تضحك لك في الشتاء. ميزان كل واحد بياخد حقه. اللي بعده الدلو، بس يا حلو برج الدلو، الدلو ده اسم الدلع، الدلو انما اصلا في شهادة الميلاد جردل، دردل باللغة دردل. بيقول ايه الدلو؟ مفاجآت، زيارة مفاجأة، ضيف عزيز هيدق الباب جاي بعشم زي العادة، تقابله في غاية الترحاب وتقول في وشه بسعادة وشك حلو علي، لو شفته الصبحية أشحت بالعصرية. العصرة بمناسبة أشحت في العصرية دي، بقولك الشحاتين عايزين يطوروا الشحاتة، كل الأيام دي بتطور الشحاتين عايزين يطوروا. اجتمع كل الشحاتين وعملوا ندوة. ندوة فؤاد؟ لا مش ندوة فؤاد، الندوة العلمية للشحاتة اليدوية. صحافة وأخبار وتلفزيون حضر الندوة، حشد كبير من نجوم المتشردين، وعلى رأسهم المتسول الأمثل عبده مدد إيده، خريج معهد الكونسرت اللي توار